وصلت لباريخو يلعبها مرة ثانية مع الرفيق سولير، ترجع لباريخو مرة ثانية، أول قلب النابض لفريق فالنسيا. كوندوبيا ضاعت من الكرة، أسينسيو اختفى وانطلق، أسينسيو 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 وبا با 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 جول. يا سلام عليك يا ماركو يا أسينسيو، يا سلام، يا له من جول، يا له من استلام، يا له من مراوغة، يا له من توغل، ويا له من تسديدة. أسينسيو يفتح مجال التسجيل، هو يسجل أول أهداف لهذا الموسم من أروع ما يكون، حطها في الزاوية اليمنى لمرمى الحارس نيتو. ماركو أسينسيو اختفى الكرة، تخطئ تدفع ثمن غالي في الريال، اختفى أسينسيو، انطلق توغل سدد سجل جول. يا سلام عليك، صورة رائعة التقطها الحارس نيتو لهذه التسديدة وهذا الجول. بابا بابا رائع أسينسيو، في كل مرة يؤكد روعته ويؤكد أحقيته بأن يكون عنصر مهم في الريال. نعم أنت رائع يا أسينسيو. لما يضع الريال شرط جزائي يقدر مليون يورو، البحث دائما عن باريخو. كوندوبيا الكرة تمشي من هناك عن طريق سولير، رجعت لكوندوبيا ضيعها، لا لم تضيع الكرة، ما زالت عنده البعيد الكرة، هذه ممتازة على الجهة اليسرى في اتجاه جايا، يحاول التوغل جايا، ما زال خطيرة ممتازة باللاتو أرضية، با 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 جول. من أروع ما يكون هذه اللعبة الثلاثية الرائعة جدا، هائلة من جايا. هل هو الصغير سولير من هناك؟ فعلها، نعم، كارلوس سولير عدل النتيجة لفالنسيا عند الدقيقة 18 من عمر المباراة. جول ولا أروع، لأن اللعبة ثلاثية بين جايا ولاتو. شوف اللعبة هنا، جايا ولاتو من أروع ما يكون، ولاتو وسولير ثلاثي صغير معدل عمره 19 عاما، فعلها بالريال وسجل جول التعديل. خرج كالقط في القائمة الثانية كارلوس سولير، وعدل النتيجة أمام شباك فارغة لكايلور نافاس. جول بابا بابا عرضية الكرة من هناك في اتجاه اللاعب خوزي جايا، تسترجع فيها الوسط، ضاعت مرة ثانية بين كريم وتوني كروس، راحت مباشرة لفيتسو، ترجع له فيتسو مرة ثانية، هاي كرة صعبة، رودريجو استلمها لسرع عناصر فالنسيا، رودريجو يلعبها، اي 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 اي، راحت لجايا، رودريجو رودريجو، الكرة خطيرة، كوندوبيا جول، با 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 جول. كوندوبيا الفرنسي يفعلها أمام الريال في سانتياغو برنابيو في مدريد، نهاية المباراة، هدف ثاني لفالنسيا، هدف ثاني لمارسيلينو مدرب فالنسيا. نعم، منذ لحظات فقط كنت أتحدث عن فريق صامد، كنت أتحدث عن عنيد، تمكن من الوقوف أمام الريال وهو يتمكن من إضافة هدف ثاني. رودريجو عاد لكوندوبيا، حطها في الزاوية اليمنى لمرمى كايلور نافاس، جول ثاني لفالنسيا أمام الريال في سانتياغو برنابيو في مدريد. يا سلام على هذا الإصرار، ويا سلام على هذا العناد، ويا سلام على هذه القوة التي أظهرها في منظومته الدفاعية، وهذه القوة في الصراعات الفردية، وهذه القوة في الثنائي. تسجيل هدف التعديل لصالح الريال عند الدقيقة 83 من عمر المباراة، توني لا تعود لرفقائه فوق أرضية الميدان، أسينسيو ولا لا جول، با 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 جول. إذا قلت منذ حين بأنه سيسجل، كانت زلة لسان، أكدها أسينسيو بأنه سيسجل ولن يكتفي بالتسديد، فعلها الصغير، فعلها المبدع، فعلها الفنان أسينسيو بثنائية تاريخية اليوم. أسير معه الريال عندما يلعب أساسيا في 12 مباراة، يؤكد اليوم بأن الريال لن يخسر معه عندما يكون أساسي، فعلها وسجل جول في نفس الزاوية، الجول الثاني لها من روعة لأسينسيو. نعم، جول ثاني وعاد الريال وعدل النتيجة، ماركو أسينسيو قد زيدان.